وعايز كل اللي يعتمد على دعوتنا يقتل بأبشع الطرق. أنا كنت خايف من فكرة مسلسل تاريخي. تخيل مؤمن واحد من قلعة ألاموت كفيل إنه يهد دولة راسخة بقالها سنين عندها جيش ومال. حاسس إن إحنا هنفقد جزء كبير من الجمهور. أنا كنت بحاول أعيش شخصية السلطان شوية، فكنت بحاول أتعامل من فوق، فما كنتش بتعامل مع حد قوي، فأنا كنت في حالة من القعدة مع نفسي جدا يعني. اللبس كان تقيل وحر، وكنا بنصور في الصيف ولابسين فار، ويعني كان في عناء في المسلسل، بس كان في متعة في نفس الوقت. انا ما عنديش مشهد مفضل، انا كل مشهد كان بالنسبه لي داخل اعمل اعيش قصته، فانا كنت مستمتع فعلا بكل مشهد. ما عنديش مشهد مفضل، بس انا عندي مشاهد الاكشن كنت مستمتع ان انا بعملها، لان انا اصلا بحب الحركه وبحب الرياضه، فدي كانت بالنسبه لي ممتعه من ناحيه الجسديه يعني. أربعة أيام كنا بنصور في الفيوم، بنصور مع شروق الشمس بالظبط، فإحنا بنوصل مثلا الساعة 3 الصبح، الشروق بيبقى الساعة 4 ونص، بنبتدي من 4 ونص بنخلص الساعة 5، ما بنوقفش ما بنقعدش. أنا في يوم أنا كنت قاعد على الحصان مثلا تقريبا 12 ساعة قاعد على الحصان، فأنا كنت بنزل من على الحصان ظهري مقطوم، فهو لا كانت مرهقة جدا جدا يعني. اتمرنا 4 شهور قبل المسلسل على ركوب الخيل وعلى اللعب بالسيوف، يعني قعدنا اتمرنا جامد جدا. لما جه المسؤول عن الاكشن اللي هو كان اسمه كارلا جه يمرنا بقى التمرين اللي هو داخلين نصور، اكتشفنا ان احنا اتمرنا غلط، لان هم الطريقه اللي احنا بنتمرن بيها دي مودرن جدا، اخترعوها بعد الحرب العالميه، واحنا طريقه ركوب الخيل اللي كانوا بيركبوها قبل كده مختلفه تماما، فابتدينا نتمرن طريقه ركوب خيل جديده. خلصنا ده بقى ابتدينا دخلنا في التطوير بقى، في التصوير بنصور طبعا وقتنا محدود جدا وبنحاول نخلص بسرعه، فكان المشاهد كلها ورا بعض، ما كناش بنوقف. اخر يوم شبه كان هيقوم عليا، وانا عاده ما بتعبش قوي، بس من كتر ما احنا كنا شغالين انا كان خلاص الطاقه انتهت. الحمد لله ان ده اتاخد بوجهه نظر كويسه، الناس ابتدت تشوفه وابتدت تقدره، هتبقى فرصه جديده تسمح للصناعه انها تبتدي تتوجه لده اكتر، لانه بيتشاف والناس بتهتم بيه. فاحنا بقى كمصر عندنا تاريخ عظيم، فمحتاجين نقدمه.